مطوعين الصعايب. والإثارة هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية في هذا الصباح، وعلى بركة الله ينطلق الشوط الخامس عشر الخاص للبكار الحقايق من مسافة 4 كيلومترات نسير مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات المنطلقة والباحثة عن الناموس. نسير مع البداية ومع أول المراكز، هنا قادة بشعار أحمد بن جابر بن بخيت الجربوعي، هنا يقدم لنا قادة على البداية وعلى أول الأسماء. ثاني المراكز وثاني الشعارات وثاني الانطلاق، هنا الأسماء والشعارات المنطلقة والباحثة عن الناموس. هنا ثاني المراكز وثاني الشعارات، وصلت هنا القادمة على ثاني المراكز، وصلت هنا القادمة على ثاني المراكز من حاف بشعار فهد بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله، هنا يقدم لنا من حاف على ثاني المراكز. ثالث الأسماء وثالث الشعارات، هنا قادمة ومنطلقة على ثالث المراكز، وصلت القادمة والمنطلقة على ثالث المراكز، هنا القادمة وصلت شديدة بشعار محمد بن حمد بن راشد بن سعيد المري على ثالث المراكز. لكن من الجانب الآخر الشرود بشعار عبد الله بن محمد بن مبارك النابت المري، وفي خامس المراكز مهابة بشعار صالح بن علي بن حسين أبا السيقان المري. وعود مع البداية مع أول المراكز والانطلاق الأول، غادة بشعار أحمد بن جابر بن بخيت بن ثوين الجربوعي، هنا يقدم قدم لنا مهابة أو قادة على البداية وعلى أول الأسماء. من حاف ثانيا فهد بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله، يقدم لنا من حاف على ثاني المراكز. ثالث الأسماء وصلت هنا الشرود بشعار عبد الله بن محمد بن مبارك النابت، وفي رابع المراكز من الجانب الآخر وصلت هنا تماني بشعار خالد بن راشد بن جابر الخيارين، هنا يقدم لنا تماني على رابع المراكز. خامس الأسماء مهابة صالح بن علي بن حسين أبا السيقان المري. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة مشاهدينا متابعينا الأعزاء. وعود مع قادة هنا على البداية، من تقود زمام الأمور، وهنا أحمد بن جابر بن بخيت الجربوعي يقدم لنا قادة على البداية. ثاني الأسماء من حاف فهد بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله، وفي ثالث المراكز تماني بشعار خالد بن راشد بن جابر الخيارين، وفي رابع المراكز وصلت الشرود عبد الله بن محمد بن مبارك النابت، وفي خامس المراكز وصلت القادمة الجذابة بشعار راشد بن محمد بن حمد بن محمد الدعية. وهنا دخلنا أجواء الكيلومتر الأخير، وهنا البداية، غادة بشعار أحمد بن جابر بن بخيت بن ثوين الجربوعي يقدم لنا قادة. ثاني الأسماء وصلت من حاف فهد بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله، وفي ثالث المراكز تماني بشعار خالد بن راشد بن جابر الخيارين، وفي رابع المراكز وصلت هنا الشرود عبد الله بن محمد بن مبارك النابت، وخامس المراكز الجذابة راشد بن محمد بن حمد بن محمد الدعية يقدم لنا الجذابة، ووصلت أيضا سيادة بشعار راشد بن صالح بن حمد الدعب المري. ولكن البداية هناك مع قادة ومنحاف وقادة، منحاف غيرت بشعار فهد بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله، يقدم لنا منحاف على البداية مع أول الأسماء ومع الانتصار والناموس. تهانينا والناموس لمالك منحاف فهد بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله، واسعد الله صباحك. تهانينا والناموس ولحظة وصول منحاف، نهني فهد بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله. وفي ثانية الأسماء وصلت غادة بشعار أحمد بن جابر بن بخيت بن ثوين الجربوعي، وفي ثالث المراكز
ثالث المراكز الواعية بشعار سعد بن سالم بن حمد النعيمي، وفي رابع المراكز وصلت هنا إبداع بشعار زيد بن راشد بن علي بن ديله المري، وفي خامس المراكز وصلت تماني بشعار خالد بن راشد بن جابر الخيارين. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي التحديات المنافسة على أرضية ميدان التحدي. تابعنا وإياكم من حاف بشعار فهد بن محمد بن فهد بن دخيل الله، والتوقيت الزمني ولحظة وصولها إلى خط النهاية. كان هناك التوقيت الزمني لحظة وصول من حاف إلى خط النهاية 6 دقائق 4 ثواني، جزئين من الثانية. نهني مالك من حاف فهد بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله. وفي ثاني الأسماء وصلت هنا قادة، والتوقيت الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية 6 دقائق 5 ثواني و4 أجزاء من الثانية. نهني مالك قادة أحمد بن جابر بن خطوة الجربوع. في ثالث المراكز وصلت هنا الواعية، والتوقيت الزمني 6 دقائق 9 ثواني 3 أجزاء من الثانية. نهني مالك الواعية سعد بن سالم بن حمد الهول النعيمي، فتهانينا والناموس للجميع.